ما هو داء الكرون؟ يشير مصطلح الكرون إلى حالة صحية طويلة الأمد تتسبب في التهاب بطانة الجهاز الهضمي، وغالبا ما يصيب الأمعاء الغليظة المعروفة باسم القولون أو الجزء الأخير من الأمعاء الدقيقة المعروفة باسم اللفائفي، كما أنه قد يؤثر في أي جزء من أجزاء الجهاز الهضمي الذي يمتد من الفم إلى المستقيم. فالجهاز الهضمي مصمم بطريقة تتناسب مع وظيفته التي تتضمن تحويل الطعام إلى الطاقة التي يحتاجها الجسم للبقاء على قيد الحياة والتخلص من بقايا الطعام على شكل فضلات. ومما ينبغي التنبيه إليه أن داء الكرون ليس مرضا معديا، أي لا يمكن انتقاله من شخص إلى آخر من خلال الاتصال مع الشخص المصاب. ما هي أسباب داء الكرون؟ إن السبب الدقيق للإصابة بداء الكرون لا يزال غير معروف. وفي الحقيقة كان بعض الأطباء في السابق يعتقدون أن للنظام الغذائي المتبع والضغوطات النفسية دورا في الإصابة بداء الكرون، إلا أنهم اليوم يعتقدون أن هذه العوامل من الممكن أن تزيد الحالة سوءا ولا تتسبب في حدوثها، كما يمكن لعوامل أخرى أن تلعب دورا في تطور وحدوث داء الكرون مثل العامل الوراثي، إذ قد تلعب الجينات دورا في جعل الأفراد أكثر عرضة للإصابة بداء الكرون، إذ يعد أكثر شيوعا لدى من يمتلكون أفرادا مصابين به من العائلة نفسها. إلا أن معظم المصابين بداء الكرون ليس لديهم تاريخ عائلي للإصابة به، كما أن لاختلال عمل الجهاز المناعي دورا في الإصابة به، فقد تتسبب الاستجابة غير الطبيعية للجهاز المناعي خلال محاربته للكائنات المعادية للجسم في مهاجمة خلايا الجهاز الهضمي، وبذلك يمكن القول أنه من المحتمل أن تتسبب الفيروسات والبكتيريا في الإصابة بداء الكرون. وبالإضافة إلى ما سبق، توجد بعض العوامل التي من الممكن أن تزيد من خطر الإصابة بداء الكرون، ومنها التدخين والنظام الغذائي. فتناول الأطعمة الغنية بالدهون قد يزيد من خطر الإصابة بداء الكرون بشكل طفيف، إضافة إلى سبب بعض أنواع الأدوية، حيث قد يزيد استخدام بعض أنواع الأدوية مثل المضادات الحيوية وحبوب منع الحمل ومضادات الالتهاب اللاسترويدية والأسبرين والإيبوبروفين من خطر الإصابة بداء الكرون بشكل بسيط. ما هي أعراض الإصابة بداء الكرون؟ قد يمر المصابون بداء الكرون بفترات طويلة من السكون والراحة، أي أنها فترات لا يظهر فيها أي من الأعراض، أو قد تظهر بعض الأعراض الخفيفة، إلا أن هذه الفترات قد تليها فترات أخرى تكون فيها الأعراض مزعجة ومؤذية، حيث تتهيج الأعراض في هذه الفترة، وتجدر الإشارة إلى أن شدة أعراض داء الكرون تتراوح بين الخفيفة إلى الشديدة جدا، إذ أن بعض الأشخاص لا يتم تشخيصهم بداء الكرون لعدة سنوات لعدم ظهور أي أعراض خاصة أو أعراض هضمية سيئة. وتتضمن أعراض داء الكرون الرئيسية الإصابة بالإسهال الذي لا يتحسن وقد يرافقه الدم أو المخاط في بعض الأحيان، خسارة الوزن دون وجود سبب معين يبرر ذلك، الشعور بألم في البطن يكون سيئا جدا، ارتفاع درجة حرارة الجسم، الشعور بالإرهاق والتعب الشديد، الشعور بالمرض والتوعك بشكل عام. وقد يؤثر في أعضاء أخرى من الجسم، مما يؤدي إلى ظهور أعراض أخرى تستدعي مراجعة الطبيب حال ملاحظة أي منها، ومنها الشعور بالألم في العينين واحمرارهما، ظهور طفح جلدي وظهور تقرحات في الفم، والشعور بالألم والانتفاخ في المفاصل. ما هو تشخيص داء الكرون؟ يبدأ تشخيص داء الكرون من خلال إجراء الفحص البدني الطبيعي بالإضافة إلى سؤال الطبيب عن الأعراض التي يعاني منها المريض، كما قد يجري الطبيب العديد من الفحوصات التشخيصية للتأكد من تشخيص الحالة، إذ تعطى هذه الفحوصات تعطي صورة كاملة عن طبيعة الحالة الموجودة في الجسم. ومن هذه الفحوصات المستخدمة في تشخيص داء الكرون الفحوصات التصويرية. تزود هذه الفحوصات الطبيب بصورة تفصيلية عن المنطقة المصابة، فهي إجراءات تشخيصية غير جراحية، ومن هذه الفحوصات التصوير المقطعي المحوسب، واختصارا سي تي سكان، والذي يتم فيه استخدام الأشعة السينية عالية الطاقة لتكوين الصور، والتصوير بالرنين المغناطيسي المعروف بالإيرام، وتصوير الأمعاء الدقيقة أو القولون باستخدام الأشعة السينية وحقنة الباريوم. التنظير السيني المرن.
بالإنجليزية فليكسيبل سيجمويدوسكوبي. يستخدم في هذا الإجراء منظار داخلي خاص، وهو أنبوب رفيع مرن مزود بالضوء يتم إدخاله إلى جسم المريض لفحص المنطقة المصابة، إذ يجرى التنظير السيني المرن بهدف فحص المستقيم والمنطقة السفلية من القولون. تنظير القولون: يتم إجراء تنظير القولون لاكولونوسكوبي بهدف تقييم تطور المرض وتحديد طريقة العلاج الفعالة، فهو يعطي رؤية أو صورة أعمق للبطن مقارنة بالتنظير السيني المرن، كما يتم فحص المستقيم المنطقة الداخلية للقولون في هذا الإجراء. تحليل البراز: يهدف هذا التحليل إلى الكشف عن وجود الدم والعلامات التي تدل على الإصابة بالعدوى في عينة البراز. فحص الخزعة: يتم في هذا الإجراء أخذ عينة من الأنسجة لفحصها والكشف عن الإصابة بداء الكرون أو غيره من الأمراض مثل السرطان. ما هو علاج دواء الكرون؟ تعد معالجة أعراض داء الكرون والتقليل من تهيجها والمحافظة على فترات السكون والراحة لدى المريض من الأولويات في علاج داء الكرون. وعلى الرغم من عدم توفر علاج شاف لداء الكرون في الوقت الحالي، إلا أنه توجد العديد من الخيارات العلاجية للتخفيف من الأعراض المرافقة له، إذ قد يمر بعض المرضى بفترات طويلة تمتد لعدة سنوات لا تظهر فيها أي أعراض، وذلك نتيجة استخدام العلاجات الفعالة. وفي الناحية الأخرى، قد يلجأ إلى إجراء العمليات الجراحية في حال كان المرض شديدا، أو في حال لم تجد العلاجات الدوائية نفعا في التخفيف من الأعراض بشكل ملحوظ. ويمكن بيان الخيارات العلاجية المتاحة لداء الكرون في اختيار أفضل دواء لعلاج داء الكرون على عدة عوامل مثل عمر المريض، شدة المريض، وجود حالات صحية أخرى لدى المريض، الجزء المصاب من الأمعاء. إذ تساعد الأدوية على السيطرة على أعراض ومضاعفات داء الكرون، كما أنها تساعد على تجنب وتأجيل إجراء العمليات الجراحية، إذ تتوفر العديد من الأدوية المستخدمة في علاج دواء الكرون. ويمكن بيان الأدوية الأكثر شيوعا كاستيرويدات أو القشرانيات السكرية، وهذا بهدف السيطرة على الالتهاب، وغالبا ما تستخدم لفترة محددة، إذ لا ينصح باستخدامها لفترة طويلة لما تسببه من آثار جانبية، كما يتم التوقف عن تناولها تدريجيا. ومن الأمثلة على هذه الأدوية بيوديسونيد و بريدينيزون، حمض الأمينو ساليسيك، والسيلفا سالاس سيلفا سالازين سيلفا سالازين. تستخدم هذه الأدوية للتقليل من الالتهاب في القولون واللفائف. كذلك من الأدوية المنصوح بها أدوية التعديل المناعي. ينصح باستخدام أدوية التعديل المناعي إذا كانت أعراض داء الكرون شديدة أو لم تتحسن هذه الأعراض عند تناول الاسترويدات، أو في حال أصبحت هذه الأعراض أكثر سوءا عند تقليل جرعة الاسترويدات المستخدمة. إذ تستخدم هذه الأدوية للمساعدة على التقليل من الالتهاب المرتبط بداء الكرون. ومن أكثر هذه الأدوية استخداما وشيوعا ميثوتريكسات و الميركابروبيرين أو أزاتيوبيرين. كذلك أدوية معدلة للاستجابات الحيوية. تمنع معدلات الاستجابات الحيوية حدوث الالتهاب، وتستخدم عادة بالتزامن مع استخدام العلاجات السابقة الذكر. من علاجات داء الكرون أيضا توجد الجراحة، فتعد العمليات الجراحية أحد أكثر الخيارات العلاجية المحتملة لعلاج داء الكرون، إذ يوصى باللجوء إليها بشكل عام في حال كان الشخص يعاني من انسداد في البطن، أو في حال استمرار ظهور أعراض داء الكرون على الرغم من كل الأدوية، أو وجود ناسور غير قابل للالتئام، إذ تهدف العمليات الجراحية إلى إزالة جزء من البطن. الحالة الثالثة، الطريقة الثالثة للعلاج من داء الكرون هي تغيير النظام الغذائي. فيتسبب داء الكرون في صعوبة امتصاص الجسم للعناصر الغذائية من الطعام، لذلك يساعد التخطيط للوجبات الغذائية على الحصول على العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، بحيث تكون هذه الوجبات غنية بالبروتينات والسعرات الحرارية. ومما يسهل هذه الطريقة هي تنظيم الوجبات بشكل يومي واحتوائها على وجبتين أو 3 وجبات خفيفة.